إذن حساب الليميت ديال جوج إكس مربع ناقص ثلاثة إكس زائد واحد ناقص إلين إكس في بلس أنفين. إذن أول ملاحظة، هاد الدالة مكونة من واحد الدالة حدودية ناقص واحد الإلين إكس. إذن نحسبو الليميت ديال هاد الدالة الحدودية. إذن الليميت ديال جوج إكس مربع ناقص ثلاثة إكس زائد واحد في بلس أنفيني. إذن الليميت ديال الدالة الحدودية كيساوي لنا الليميت ديال أكبر حد اللي هو جوج إكس كاري، والليميت ديال جوج إكس كاري هو بلس لانفيني، والليميت ديال الإكس بلس أنفيني كيعطينا بلس لانفيني. إذن شنو غادي يجينا؟ غادي يجينا بلس أنفيني ناقص بلس لانفيني، ناقص مع الزائد كيعطينا ناقص بلس انفيني موان لانفيني. هذا الشكل غير محدد. إذن هنا خصني نحيد هذا الشكل غير محدد. إذن ممكن نديرو التعميل. إذن الليميت، إذن باش غادي نعمل؟ إذن ممكن نعملو بإكس كاري. إذن كنحاولو دائما نعملو بالحد اللي عندو أكبر أز. إذن هنا عندنا إكس كاري، عندنا إكس، إذن كنعملو بإكس كاري. إذن داكشي اللي عملت به غنقسم عليه. إذن عندنا جوج إكس كاري، عملنا بإكس كاري، دوكا تبقى لينا جوج ناقص، كانت عندنا ثلاثة إكس، إذن عملنا بإكس كاري غتبقى لينا ناقص ثلاثة على إكس، لأن ملي كنعملو بإكس كاري دونك كان عندنا ناقص ثلاثة إكس، إذن غنقسمو على إكس كاري. إذن كنختزلو بإكس كيبقى لينا ناقص ثلاثة على إكس زائد واحد على إكس كاري ناقص ألين إكس، كذلك غنقسمو على داكشي اللي عملنا به اللي هو إكس كاري. الآن شنو عندنا؟ عندنا ليميت ديال ألين إكس على إكس كاري، هادي هي مرجعية في بلس أنفيني كتعطينا صفر، والليميت ديال واحد على إكس كاري راه كتساوي لنا الليميت ديال ثلاثة على إكس كتساوي صفر بلس أنفيني. إذا شنو كيبقى لينا؟ كيبقى لينا هادي مشات للصفر، هادي مشات للصفر، وهادي غتمشي للصفر. إذا كيبقى لينا هادي غتمشي لبلس لانفيني مضروبة في جوج هي بلس لانفيني.